قمة مدريدية ودربي العاصمة الإسبانية. بالتأكيد مدريد تشهد اليوم في ملعبها سانتياغو برنابيو قمة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في أجواء ساخنة جدا مشتعلة جدا قبل ضربة البداية. كل الأمور هنا تشير إلى قمة غير عادية، الكل يستعد لها، الكل يستعد لها، والكل ينتظر هذه القمة. نتمنى بأن تكون بقدر الانتظار. هذه هي تشكيلة ريال مدريد في مباراة اليوم، مباراة تقدر تقول هجومية باعتماد الأربعة ثلاثة ثلاثة كأسلوب لعب. واضح أنه راح يفضل اللعب بمهاجم وهمي. هذه هي تشكيلة فريق أتلتيكو مدريد اليوم، طريقة تقدر تكون متوازنة بخطة تقليدية 4-4-2. أتلتيكو مدريد النادي الثاني في العاصمة الإسبانية بعد الكبير ريال مدريد، طبعا يجمعهم الديربي أيضا الكبير والمعروف، وعشاق كرة القدم في كل مكان بالتأكيد في الوقت الحالي يعتبرون هذا الديربي واحد من أبرز الدربيات في الملاعب العالمية بعد ما تكرر في نهاية دوري أبطال أوروبا في عامي 2014 و2016. مارسيلو، كرة في الجناح، بتروح الكرة من إيدن هازارد، اعتراض ممتاز الكرة مارسيلو، تمركز ساعد كثيرا في قطع الكرة، تدخل ممتاز والكرة راح تعود الآن من رمي التماس. أنخيل كوريا، ريال مدريد يلعب مباراة اليوم وهو الفريق الأقوى دفاعيا في الدوري حتى هذه الجولة، فريق عنده خط دفاع حديدي حقيقة، واضح الانضباط التكتيكي الكبير. دانيال كارفخال، رافائيل فاران، لوكا مودريتش، كاسيميرو، كريم بنزيما، عند الكرة الآن كرة بتنقطع بعد تحرك جيد من اللاعب، مرتدة ممكن تكون سريعة، كرة تنقل بشكل جميل جدا من أتلتيكو مدريد، خطرة كورتوا يتصدى واللعب مستمر الآن. مارسيلو، ضغط منظم، ما في أي مجال للمنافس ولا في أي فرصة للتفكير، أجبرهم على تشتيت الكرة بعيدا جدا. ريال مدريد يفقد الاستحواذ الآن، كرة بينية خلف المدافعين، لم تأتي بأي جديد في الملعب. أنخيل كوريا، عرضية في وسط منطقة الجزاء، كرة عرضية سهلة تصل إلى حارس المرمى. توني كروس، لوكا مودريتش، كاسيميرو، كريم بنزيما، دقائق أولى تمر من هذه القمة من هذا الديربي والذي يعتبر حاليا الديربي رقم واحد على مستوى العالم، خاصة بعدما وصل الفريقين إلى المباراة النهائية للشامبيونز ليج مرتين في آخر السنوات. تتكلم عن التنافس، عن حجم الفريقين، عن الإمكانيات، عن التشكيلة، عن الإثارة، عن الصراع، عن كل إمكانيات الروخو بلانكو وكل ما يستطيع المرينجي بكل تأكيد. مباراة تحظى بمتابعة عالمية وتغطية إعلامية غير عادية. عرضية طويلة تصدي من كورتوا
والخطورة مستمرة. تماس لأتلتيكو مدريد. أنخيل كوريا. العرضية في وسط المنطقة. الكرة بتتشتت بعيد عن المرمى. كريم بنزيما. لوكا مودريتش. جارث بيل. تمريرة خارج الملعب، رمي التماس. فيليبي. تمركز الجيد وساعد في قطع الكرة. كريم بنزيما. دانيال كارفخال يبعدها من مناطق الخطر. توني كروس يفتقد الكرة. فرصة كبيرة للهجمة، مرتدة ممكن تشكل خطورة. ضاعت المحاولة، ضاعت الكرة المرتدة، ومعها أصبح الاستحواذ للطرف الآخر. ريال مدريد يتفوق فيما يخص أرقام الاستحواذ في هذا اللقاء. هذا الاستحواذ حتى هذه اللحظة لا يفيد الفريق في أي شيء، المهم هو الفوز، هذا ما تبحث عنه الجماهير. وحتى هذه اللحظة لا يخلق الفريق فرص كافية لتهديد المرمى، وكل ما تأخر التقدم في النتيجة تصبح الأمور أصعب ويصاب الجمهور بالإحباط. هجوم من أتلتيكو مدريد. كورتوا يتصدى واللعب مستمر الآن. برافو حارس المرمى في التقاط الكرة بعد تصدي أول ممتاز في اللقطة الأولى. ساول. توماس بارتي. قد تكون هذه الفرصة. كرة في مكان خطير. تصويب لكن بدون تركيز، مرت الكرة إلى جانب المرمى. مدرب الآن يحاول بأن يدفع فريقه للمواصلة على هذا المنوال وعلى هذه الصورة حتى يسجل الفريق هدف التقدم. دقيقتين كرة بدل ضايع. تمركز الجيد الآن، يقطع من خلال الكرة. ساول يتقدم للأمام. تدخل وافتكاك في منطقة الجزاء. الشوط الأول ينتهي 0-0. الشوط الثاني يبدأ من عند أتلتيكو مدريد. سيرجيو راموس. كرة ترتد من المدافع إلى رمي التماس. فيليبي. ساول. ممتاز في قراءة اللعب. تيبو كورتوا. توني كروس. مارسيلو. تماس لأتلتيكو مدريد. فيليبي. تمريرة بدون تركيز والكرة الآن مقطوعة تذهب للفريق الخصم. هازارد. كرة ما زالت عند هازارد. لا تمر كرة هازارد. فرصة خطيرة في هذه اللحظات. ساول بيرسل الكرة، يمنع التسديدة من المرور. ركنية لأتلتيكو مدريد وفرصة للتقدم في النتيجة. تغيير الآن في تشكيلة أتلتيكو مدريد. ضخ دماء جديدة، محاولة لإثارة النشاط في أرضية الملعب من جديد، تطبيق خطة الملعب. ركنية في المنتصف، رأسية باتجاه المرمى، الحارس يتألق ويبعد الكرة.
لوكا مودريتش، توني كروز، كريم بنزيما، إيدن هازارد. تدخل في هذه اللحظات استخلاص توني كروز، الدفاع يقطع الطريق، يتصدى للتصويبة. شوف الجمهور الآن، شوف محاولة دفع للفريق لاستغلال الفرصة والتقدم في المباراة، فرصة كانت بعد فترة برود في الأداء. ركنية في منتصف ال 18 من توني كروز، يبعدها من مناطق الخطر. توني كروز، لوكا مودريتش، الكرة بترجع له مرة ثانية. توني كروز، خطورة مستمرة بعد فشل إبعاد الكرة. كوكي، احتراف الكرة، تبتعد الكرة الآن عن الجميع. تغيير الآن في تشكيلة أتلتيكو مدريد، حاول الاستغلال دكة البدلاء، دفع بلاعب جديد يعطي مزيد من الحماس للفريق داخل أرضية الملعب. ساول، كوكي، كوكي، أرضية على القائم الثاني. كورتوا يتصدى واللعب مستمر الآن، يمتلك قدرة ممتازة في قراءة التمريرات. الله على جماهير المارينكي، استمع إلى الصوت الآن، البحث عن الفوز، التعادل مرفوض هنا. دانيال كارفخال، يا سلام على التمريرات، ممتاز الفريق في الضغط العالي على المنافس، يجبر على تشتيت الكرة بعيدا جدا في اللقطة الماضية. توماس بارتي، أتلتيكو مدريد يهاجم في هذه اللحظات، عرضية جميلة، غاب من يضعها في الشباك، بيلعبها، حلوة الفكرة لكن التنفيذ ما كان بنفس الدقة، لعبة مقصية، كرة على الطاير لكن الكرة بعيدة عن المرمى. اللقطة الماضية لو كانت هدف كان ممكن تكون واحدة من أجمل اللقطات في هذه المباراة. شوف أرقام السيطرة والاستحواذ المتقاربة بين الفريقين، المباراة القريبة، التحفظ الموجود، احترام الخصم الموجود، لا أحد حتى اللحظة يريد أن يغامر في هذه المباراة، نريد بأن نشاهد فريق يأخذ المبادرة، يحاول أن يكسر هذه الحالة. لوكا مودريتش يفقد الاستحواذ، لا جديد، الله على الكرة، على المهارة، على دقة غير العادية في التمرير. 10 دقائق ويطلق الحكم صفرة نهاية المباراة. جارث بيل، لوكا يوفيتش، شوف تبادل الكرات بكل هدوء، البحث عن مساحة، البحث عن ثغرة في خط الدفاع، تدخل والكرة بتروح. تبديل قادم الآن سيكون في الدقائق المقبلة لمصلحة ريال مدريد. المدرب يدفع بلاعب من الدكة في محاولة لتحقيق التقدم في اللحظات المتبقية من المباراة. إيدن هازارد هنا في مكان خطير، فرصة للتقدم في المباراة، تسديدة قوية لكن بدون أي تركيز، تفتقد للدقة، الكرة تذهب بشكل بعيد جدا عن المرمى. ندخل الآن في الدقائق الأربع الأخيرة من هذا اللقاء. أتلتيكو مدريد يستعد لإجراء التغيير مع أول توقف في المباراة. بناء جيد لهذه الهجمة. فرصة لإرسال كرة من عمق الملعب بكرة عرضية. كاسيميرو.
أمامنا 3 دقائق كوقت إضافي. ساول كوكي ألفارو موراتا يستعيد الكرة بتدخل سليم. لوكا مودريتش، لوكا يوفيتش، توني كروس. تنتهي 90 دقيقة بدون انتصار لأي من الفريقين.